الوغ الخوت، علاش الدولة الجزائرية اليوم والأخ ديالنا الجزائري مفروض عليه يدير سيتيرنا في سطح خضراء ولا زرقاء وكيتقطع له الماء؟ والجزائر تبارك الله عندها الدرام. آدم، والسلام عليكم، تبارك الله السي رضوان. تحياتي. مرحبا، والتحية والاحترام والمحبة ليك خويا. الله يحفظك خويا. بغيت نعطي واحد ديديكاس لخوتنا الجزائريين بهاد شنو بهاد الحملة اللي داروا علينا، خلاونا لا لا لا، نتشبتوا. انسى انسى. شوف 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 شوف، كله وتربيته، كله وثقافته، اللي الله عنده يحفظك اخويا رضوان، له حل واحد حبيبي ديديكاس. حبيبي حبيبي. شوف 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 شوف، اللي في عنده في التربية ديالو، ما كنبغيش ندخل في هذه المواضيع، اللي في تربيته الأعراض ما نجاوبوش حنا، خليه. لا ماشي على هذا المعيور، واحد النقطة جد مهمة. ماشي موضوعي، ماشي موضوعي. مرحبا مرحبا خويا رضوان، اللي بغى يقيس ما بغيتش الأعراض نخرج شوف ثقافته عليك. وتربيته. حنا تربيتنا ناس محترمين، ما نقيسوش الأعراض. هادشي اللي كاين. تفضل، سامات مرحبا. ما تجاوبوش، ما تجاوبش. ما نخرجش على الموضوع، نبقى على الموضوع ديالك. زعما انا كنت بغيت نعطي واحد نقطة تنويهية جميلة، ولكن نزولا عند رغبتك ما غاديش نتكلم عليها، وحبذا لو عطيتيني نقولها. والله لا زوينة بزاف. جاوبني غير علم، الله يرضي عليك. جاوبني غير علم. سامات سامات خويا رضوان. وانا علاش هما عندهم سيتيرنات ديال الماء وكاين عندهم خصاص، وما ما داروش واحد البنية وفرشات مائية والسياسة ديال الاستباقية اللي كان دارها المرحوم الحسن الثاني، بناء السدود، ما خداوش بعين الاعتبار. انا كيجيني هذا هو علاش كاين نقص في المياه. انا كنشوف ما كاينش هذاك البعد الاستباقي ديال بان بحال دابا حنا المغرب حاليا كيدوق ناقوس الخطر ديال الماء، ومشينا في مشاريع ديال تحلية المياه، المياه العدمة. ناس عندهم دي ستاتيستيك من هنا لقدام، من هنا لعشر سنين، من هنا لست سنين. حنا خدامين في التنمية ديالنا، اللهم لك الحمد. وحنا عندنا واحد الشعب اللي شغوف بأنه يكون دولة متطورة ومتحضرة، والعالم يشهد بهذا الحمد لله. الله يعني. اش من مدينة انت؟ اش من مدينة؟ انا والدار الدار البيضاء. اكبر سيتيرنا عندكم في الدار البيضاء فين جات؟ لا ما كاينش ستيرنا حبيبي، مازال عندنا هذوك اللي كيقيسوا بهم الامطار، هي اللي كاينين هذوك اللي راك تعرفهم. صافي عرفتيهم خويا. احتراماتي، شوف الله تحياتي، يحفظك. احبك وتحيا ليك. وواحد خويا عبد الله راه كيسمع ليك دابا حتى هو، تحيا ليك. سلام عليك، سلام تحيا عليك لكاع حبيبي، خوتنا المغاربه. تحياتي خويا، شكرا شكرا جزيلا. مرحبا. الوغ، علاش اخويا الجزائري انت اليوم عندك لما كيتقطع في بلد القوه الضاربه، وعندك كل شيء يا الاخوان، عندك كل شيء كل شيء، وعندكم الستيرنات، حنا في المغرب ما عندناش، وعلاش عندكم مشكل ديال الازبال، حنا ما عندناش. مزيرة السلام ولا صغيرة؟ عليكم. أيا السلام عليكم حاجة. شفت قريات ولو قلو باع وعدم قلو ياك حاجة. الله يخليك البنية يا أختي. كتلعب مع بنتها، كتلعب مع بنتها. السلام عليكم. مرحبا، كيفاش بغيتي؟ لاباس سي رضوان؟ بخير. لاباس عليك. مرحبا خويا. بك رضوان. بغيت نقول لك واحد هذيك ديال السيتيرن اللي قال لك هو شافها في السعيديه، هادو كنديرو حنا، كنديرو واحد البوطه كدار فوق 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 الدار، كيكون عندنا البير، ما ربما كنبغيو نديروها فيها الجردة. تشرح لي، تشرح لي. بغيت نشرح لك حتى لي هادشي اللي بغيت تشرح لي. انا كان سعيدي راه كنعرفها مزيان بحال كنعرفها. صافي خردوا، اسمح لي. الله يحفظك. علاش عندهم هما في نظرك السيتيرنا؟ علاش عندهم؟ هبطني هبطني هبطني. حياتي. علاش الخوت في نظركم قلت اليوم كاينه السيتيرنا في الجزائر وما كايناش في المغرب؟ كاين المشكل ديال الزبل في الجزائر وما كاينش في المغرب، كاين مشكل قطع الماء في الجزائر وما كاينش في المغرب. السلام عليكم خويا. خويا السلام عليكم. الله يحفظك خويا. شوف خويا، هذا المشكل، انا من مواليد السبعينات، وكنتذكروا كان في المغرب في الثمانينات، يعني في الاحياء الشعبيه اللي كانت شويه فهمتي، هادشي كان عندنا في الثمانينات. هذا ان دل على شيء إن يدل على اننا سابقينهم. الثمانينات كان عندنا هادشي ديال السيتيرنا. هل دازت على الثمانينات من دابا من عام 40؟ 40 عام، هادشي اللي بغيت نوصل لك. هذا ان دل على شيء إن يدل على اننا سبقناهم 40 عام. تحياتي لك خويا رضوان. تحياتي حبيبي، شكرا جزيلا. هو تكلم عن الاحياء الشعبيه في الثمانينات في كازا. 44 عام هادي حي شعبي في كازا،
اليوم الدولة الجزائرية خويا الجزائري عنده جوج الألوان في السطح. علاش؟ أنا ما بغيتهاش لك أخويا، ما بغيتش يكون عندك الزرق والخضر في السطح، ما بغيتهاش لك خويا الجزائري، ما بغيتش تقطع عليك الماء، بغيتك تحل البزبوز. كان عندنا واحد الإشهار ديال حلوا البزبوز في التسعينات، بغيتك تحل الروبيني، ما تحلش الروبيني يا سيدي، بغيتك دير يدك هكا يخرج الماء. حنا فتنا داكشي ديال كدا فتناها، بغيتك انت تولي عندك اون شاس اونكاستري في الحيط، في الحيط عادي، تشي عندنا في الديور عادي جدا، تكون دايز يتفضوا، هادشي عادي، كتسوى عندنا 100 درهم. ما بغيتش تقطع على حبيبي في الجزائر الضو، ما بغيتوش تقطع لك الضو اخويا، بغيتك تخرج للشارع تشوف الدنيا نقيه كيف ما شفتيها في الاستقبال اللي دار المنتخب الوطني المغربي الى عقلته ديال كاس العالم. بغيت الجزائر تكون بحال هكاك، جميع المدن المغربيه ما غتلقاش فيها الزبل، ما غتلقاش الناس كترمي هكذا جبل، اكيد غادي تلقى لي بوبيل، ملي كيعمروا لي بوبيل كاينين الناس كيحطوا حدا لا بوبيل، صاغيف تنقولوش لا حنا ماشي، هادشي راه كاين حتى في اوروبا وحتى في امريكان، غتلقى واحد الناس مثلا غادي يحط واحد. ولكن الغريب هو انك ملي كتشد ليماج ساتيليت ديال كتزومي على الكارتي كتلقى لا بوبيل بارتو في الشارع. علاش الخوت في الجزائر عندكم هذا المشكل؟ وعلاش عندكم سطوحه خضر وزرق وترانسبارون غري؟ علاش؟ حنا راه خوتكم، بغيناكم تعيشوا عيشه مزيانه، عيشه ديال الكرامه، كنبغيوكم. مرحبا اخويا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وسويلا خد شويه ديال التكباس وبارطاج، راه كاين داكشي اليوم كثيرين شويه ولكن ماشي مشكل، مشيو معاهم حنا دقه دقه يعني. السلام عليكم. وعليكم السي رضوان، واش راك؟ الله يحفظك يا حبيبي، مرحبا خويا. الله يسلمك، ربي يكبر بيك. مرحبا. الله يسلمك. علاش عندكم اخو حبيبي المشكل ديال الماء؟ احنا دوكا ما عندناش مشكل، رانا جبنا انبوب من استراليا، وهذاك الانبوب تاع استراليا راه ان شاء الله باذن الله من القدام يروح للمغرب، باسكو هو اصلا راه خلي انبوبك عندك اخويا، ما محتاجين غازك، ما محتاجين ماك، ما محتاجين منك حتى شي حاجه، حنا بغيناك تحل الحدود باش حنا ندخلوا نغزوك والاقتصاد ديالنا يغزو الاقتصاد ديالك، هادشي اللي بغيناك تحل. واش من الاقتصاد عندك يا اخي؟ كاين مؤشرات عالميه سيرضوان، وتبقى علاقات طيبه ما بين الاخوان، حنا بغينا ندير لك الغزو والاقتصاد ديالك، حنا غاديين نفرحوا. حنا راه خاوتنا، شوف سيرضوان، دوك الشعب المغربي راه خاوتنا، ما عندناش مشكل معاه. كاين بون، كاين دوك السياسه في بعضهم هما سياسيين الله يسهل عليهم. علاش عندك المشكل ديال الماء؟ علاش عندك المشكل ديال الماء كيتقطع؟ انا عندي مشكل تاع الماء، ما عنديش مشكل تاع غاز، وما عنديش مشكل تاع 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 ايسونس ولا مازوط ولا فهمت كيف، ولا تاع نقل. الغاز كتشربوه؟ حنا نشربوه الغاز، حنا ندوخو به. مرحبا حبيبي، تحياتي. الله يسلمك. وعلاش عندكم مشكل؟ علاش عندكم بون الغاز؟ عرفنا الماء ما عندكمش، دابا هذا الله يكون معاكم. علاش عندكم مشكل ديال الشركات النظافه في الجزائر؟ لا راك غلط. يعني اش من مدينه انت؟ راك غلط، انا في العاصمه. الجي نقيه هكا كدير؟ هكا ديري، هكا كدير. حل الكاميرا، الله يرضى عليك، حل الكاميرا الا كان ممكن. راني في الدار، راني في الدار، راني في المنزل. انت من الشرجم؟ ماشي مشكل، هاي من الشرجم. من الشرجم واش راك حاب نوري لك؟ اخي نشوفوا غير الشارع الا كان ممكن، حنا ما عندناش المشكل. صح نوري لك انا الشارع، توري لي انت الشارع. انا الحل نورمال. انا نخرج ندير بك دوره في الشارع. والله غير نقدر نخرج بك ندير بك دوره، اقعد معايا دوك نخرج ندير بك دوره. شوف انا باب الدار وروح وريني، يلا نديرو تحدي انا وياك. شوف نبعتك غير، اسمع سي رضوان، نبعتك غير شارع مولاك ام رشيد ولا كيفاش تسموه؟ مولاك رشيد ماله؟ مولاك رشيد، ايوا روح لمولاك رشيد وانا بعثني للشارع اللي تحب نروح. يلا بغيتي تمشي لشارع مولاي رشيد؟ ايه ووريني، حل لي الكاميرا وديك لشارع مولاي رشيد. نوعدك ديك الشارع مولاي رشيد درك دابا.
يلا هاي راني ها والله حتى شوف يلا والله غير نهبط على رجالك يلا ياك دابا انت فين طلبتي فين طلبتي نديك فين طلبتي نديك اديني وين كاين الحمير لا الحمير كاين في العربيه وكاين في الجزائر لا لا ماشي في العربيه ماشي في العربيه في الجزائر تيتكالو كيفاه وكاين في الجزائر تيتكالو ما فهمتكش المقصود كاين كيتكالوا يؤكلون يؤكل ما الاكل الاكل ماشي ما تفهمتيش راك غلط راك غلط انا جبناك باش من رومانيا ما راكش تقرا الاخبار تاع الجزائر على ما شنو فيه كيفاه الاخبار ديالكم تيكذبوا الشروق تتكذب اي هادوك الناس ضعفاء الضمير هادوك ما عندهمش ضمير انا ما قلت لك هادو موجودين حتى عندكم في المغرب ولا تكذب هذا الامر لا خويا دابا وريني وريني النقاوه نشوف وريني النقاوه نشوف شاهد. يلا وريني انا حنوريك اي وريني القهوه يلا اي وريني القهوه واش غنوري نشوف ونوريك اي نوريك تشوف يلا وريني الشارع نقي مناسبه باش نشوفوا الجزائر العاصمه الانفراستركتور تفضل ورينا الجزائر العاصمه ياك نتوما العاصمه الجزائر وريني العاصمه الجزائر كي داير يلا خليك لاش تمشي تجي بعيد لاش كتقلب راه نقول لك انا ضوع يعني حنحل راني حنحل راني حنحل اش غتحل اش غتحل الحل الكام انا الحل سيدي الكام يلا زيد هاك اكسبتي 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 الحاج انا دوك ما اكسبتي يلا اكسبتي اكسبتي ورينا الحاج يلا ما لا الحاج اكسبتي الحاج شفت شحال نشوف راه اوه الدنيا نقيه صاحبي شحال نقيه ما شاء الله نقيه بزاف بزاف برافو ايوا لا تحيه وريني انت وريني اش غنوريك وريني شارع تاعك امي شارع مولاي رشيد ها وقول لي فين جا شارع مولاي رشيد نديك ليه ورينا سي شارع مولاي رشيد هاني وريتك هاني نط هاني نط وريتك وريني يا وهبط لتحت انا غنوريك انا داكشي اللي وريتيني هبط هبط الحاجه هبط لتحت هبط نوريك انا داكشي اللي وريتيني لتحت تسطاو علينا واش كتخبروا علينا ولا واش حنا راه تنحرشوا بدوك اللي كيحرشوا بينا حنا تنتبوقوا بدوك اللي كيبغيو يتبوقوا بينا انا وريتك تاش وريت حنا كنناقشوا الواقع الخوت حنا نناقش الواقع لماذا يا اخواني اليوم كاين مشكل ديال الماء في الدوله الجزائريه بغينا الحل بغينا نلقاو الحل السلام عليكم مرحبا خويا الجزائري مرحبا كيفاش خويا رضوان لاباس لاباس اخويا مرحبا مرحبا الحمد لله واش بيه الماء واش بيه خويا رضوان اش من سيتيرنا عندك خضراء ولا زرقاء في السطح والله ما عندي سيتيرنا تحب دوك نصور نوري لك السطح والله ما فيه سيتيرنا والجزائر كلها سيتيرنات يا خويا بالك الاخبار اللي راك تشوفهم عباك الازمه تاع الماء هذه كانت واحد البيريودا صح كانت كاينه الازمه تاع الماء خليني نكمل لك معليش الا معليش تسمع انا نتحداك انا دوك نفتح لك الروبيني عندي الماء البارد والماء السخون انت افتح الروبيني وري لي عندك الماء السخون انا ما عنديش انت ما عندكش وكيفاش تهضر عليا خويا رضوان خويا انت قوه ضاربه انا ما عنديش الماء لا قوة ضاربة ضرب الروح يا خويا انا مانيش نحوس عليك انا زعمي مازال ما فتحش عندنا صحفي جزائري ويهضر على الماء بعد المستوى خويا رضوان نورمالمون تراك صحفي انسان محترم مثقف من المفروض انه ترتقي شويه في المواضيع خويا رضوان فاتح لي تهضر لي على الماء صح 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 لي زوم اش من مدينه انت انا من الجزائر العاصمه 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 احنا كبيره احنا العاصمه باك العاصمه راهي قد المروك قاره الله يبارك الله يقول الله يبارك خويا قول الله يبارك خويا الله يبارك حبيبي تحياتي خويا ربي يحفظك خويا يحفظك شكرا خويا الجزائري تحياتي الله في روحك العزيز الله يحفظك خويا الله يحفظك انسان محترم هذا انسان والله الا الناس لا محترمين بالله ناس محترمه الدوله الجزائريه راه محترمه وباغي نبارك لكم مره اخرى دخلوا عم كريستيانو رونالدو للاسلام فين عمركم شفتوا شي دولة دارتها؟ السلام عليكم السيد الدكتور. نعم حبيبي مساءك سعيد. الله يحفظك بلاتي غير نكمل، قلت لك الدولة الجزائرية خصنا نشكروهم
جابوك عم كريستيانو رونالدو عنده 82 عام ودخلوه للإسلام البارح ولا ول البارح، سميتو مانويل سانتوس. هذه راه ما دارتها حتى دولة باش تجيب عم كريستيانو رونالدو، واخا هو قصور وكريستيانو طويل ولكن قالوا عمو، قلنا حتى حنا امين ما كاينش المشكل، قالوا عم كريستيانو قلنا عم كريستيانو وما كاينش شبه، قالوا قلنا اوكي امين، برافو لي زوم. مرحبا اخويا الدكتور. نعم اخي رضوان، اخي رضوان شوف. نعم اول شيء استهلاك المياه يتوقف على ما يعرف بترشيد المياه، وهو الامر الذي جعل المغرب يعاني من ازمه جفاف فظيعه هي الاكبر تقريبا في كل افريقيا، في شمال افريقيا كل المغرب داكور. هذه واحده، ترشيد المياه اللي دارته الدوله الجزائريه منذ 25 سنه داكور ادى الى انه استهلاك المياه في المغرب يقارن بحوالي 3.4% احتياطي مليار متر كوب، الجزائر 5 مليار متر كوب، دونك احنا افضل منكم بزوج مليار متر كوب بسبب ترشيد المياه. هذه واحده. لا دوزيام دي شوز، شوف لا كونسوماسيون كيفاش تندار في الجزائر تاع المياه باش تعرف عليه كاين لي سيتان. يس داكور. شوف اول شيء انا نطلعك دوكا، عندي في السطح وانا راني في الجنوب على فكره، مانيش في الجزائر العاصمه، عندي اون سيتان دو 700 لتر، دو سيتان دو 1500 لتر، دونك 3000. عندي خضراء ولا زرقاء؟ خضراء ولا زرقاء؟ نو عندي دو اون الومنيوم، عندي وحده بلونش وعندي وحده دو كوفرتور فيرت، دونك ونمشيو كثير داكور. لو بري تاعها سقسيتو على شحال لي بري؟ بون اول شيء وكاينين اللي عندهم لي باشاو، كاينين ديار فيهم لي باشاو ما فيهمش لي سيترن داكور. بون احنا في مرحله معينه سيرتو في الثمانينات والتسعينات كنا نفسدوا بزاف الماء، وكانوا يديروا لنا في لي بيبليسيتي نتاع ترشيد المياه، يدير لك واحد يجي يغسل الموطو تاعه ويطلق التيو يخليه يمشي، او ليو دو كونسومي 10 لتر يكونسومي 15 لتر. كاس كون افي اون ا بريفي بلي مع لو طون كون نكملوا بهذه الوتيره رايحين يعود عندنا مشكله مياه. وما تنساش بانه حرب القادمه هي حرب مياه سي رضوان، هي حرب مياه. من لم يرشد شوف اسمح لي لقطه استعماله للمياه، بين فيك انسان مثقف، دابا هذا الماء اللي عندكم نتوما في السيتيرنا راكد اوني بيان داكور راكد نو يل سو رونوفيل شاك جور، كديروا فيه شي جافيل باش تشربوا ولا شنو كديروا فيه؟ نديروا فيه وننظفوه، وعندنا شركات خاصة بتنظيف المياه تجينا، فهمتني؟ هذه بغض النظر على أنه الإنسان يقدر هو اللي ينظف أون بيرسون، كاينين اللي ينظفوا لي باشاو وكاينين اللي ينظفوا لي سيتاندو. هذه واحدة. ثانية مثلا أنا الماء كسي فارس نعم اختصاصي بيان سور بيان سور بيان سور عندك دي زيدروليسيان سبيسياليست في لو نيتواياج نتاع لي سيتام. هذه واحده. لا دوزيام دي شوز، انا مثلا الماء واش مدايرين؟ مداير لانستالاسيون تاع الماء راهي ماهيش رخيصه سي رضوان، الكوت دو لارجون، دونك سي با دوني على بورتي دو تو الموند، دونك كاينين شعوب. سيتيرنا دير من مليون 11100 1200 اللي هي تقريبا 500 درهم وطلع. سا ديبون على حساب النوعيه تاع لا سيتير اللي تحوس عليها. لا بالدينار سيتيرنا بالدينار قلت لك 12 من 10000 دينار وطلع، بمعنى 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 من دينار درهم معناتها من 500 درهم. هذه نو معناتها 500 درهم، 500 درهم هذه تاع 700 لتر. 100 درهم 100 درهم 10000 معليش 5000 دينار هي 350، 5000 دينار هي 350. لا 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 ما تغلطش، عمليه حسابيه سهله اخويا احسبها انت. 500 شوف نعم. قلت لي 10000 دينار ياك يعني. 10000 نعم. دينار 10000 دينار غنضربوها في 0.07 10000 ضربها ديروا شي عمليه حسابيه. معليش راني فاهمك انت تحوس دير. لا انت تحوس دير، انت تحوس دير تحوس كونفيرتي عن طريق البنك، ماشي مشكل ما عنديش مشكله، ماهيش مشكله هذه يا سي رضوان. بون ماهيش مشكله، قلت لك انه السعر يتراوح ما بين مليون وطلع، سا ديبون على لا كاليتي اللي تحوس عليها انت. دونك الجزائر مع الوقت بعد 25 سنه عن طريق هذه السياسه تاع ترشيد المياه رجعنا من ضمن الدول اللي ضامنت انه المياه عندها، بربي ان شاء الله ما يكونش عندنا مشكله مياه. هذه واحده. ثانيا الجزائر تحتوي على اكبر احتياطي تاع مياه جو
جوفية العالم يمتد من الحدود الليبية ويوصل إلى غاية الحدود المغربية. هذه ثاني لا دو داكور لا دوزيام دي شوز. دونك انا قلت لك انه لانستالاسيون دي زو و لي سيترن. شو انا مثلا الماء شحال يجيني؟ يجيني من 12 تاع الليل حتى ل 6 تاع الصباح ولا 7 تاع الصباح. واش مدايرين بزاف؟ لا اسمح لي. واش مدايرين حنا مدايرين سكون ابل لي سيرفو. لي سيرفو وين تجي الماء وزيد الاقتسام نتاع المياه يتم كل واحد على باله وقتاش تجيه العين نتاعو. مدايرين لي بومب فيهم دي سيرفو. دونك نتا على بالك باللي الماء يتعمر من 3 ل 5 تاع الصباح، تجي العين تعمر وحدها او تنوض تعمر حتى تنوض لا بومب تاعك. مي في الاغلبيه عندنا محلي عندك من النعاس تتفيق من النعاس تعمر وترجع للنعاس. ركز معايا يا سي رضوان، علاه رحت تتفيق من النعاس وما رحتليش لو سيرفو؟ كاين سكون ابل لو سيرفو. لو سيرفو يكون 3 فوا ريان. تو مي ان سيرفو على بالك باللي الماء يتعمر من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه. لي سيترن فيهم دي كوب دو، اون فوا يتعمروا يتغلق لو سيرفو ساي. دونك سي توت اون تكنولوجي دو لا كونسوماسيون دي زو. دونك سي با لا بين دالي ترو لوان يدير باللي الشعب الجزائري وما عندوش الماء. نو، عندنا الماء، الماء مرشد والاستعمال تاعنا تاع الماء. انا ما كنهضرش عليك انت، حنا بغينا يكون عندكم الماء، بغينا غير نعرفوا الازمه منين جات. الله يحفظك خويا. نو، حنا ما عندناش ازمه، عندنا سياسه ترشيد، وهذه السياسه تاع الترشيد اللي ما فقلهاش المغرب وجعلها ويدفع الثمن غاليا الان. المغرب الان يعاني من الجفاف، وعندكم مشكله كبيره تاع الجفاف، لاني انا سمعت انه السيد قال لك انه المشكله تاع المياه تاتت من خلال غلق السد الموجود ما من اللي يصب في اضرار. ما كاينش من الهضره هذه طول. رجاء نعودوا نهضروا هضره قد ولا ما نهضروش؟ بون، هذه لا بروميير دي شوز. الله يخليك. نجاوبك دوك على باش نعطيو فرصه نجاوبك على الازبال. نجاوبك على الازبال، معليش نجاوبك على الازبال، معليش بسرعه. شوف 30 ثانيه. نعم، شوف الازبال خويا. شوف حنا عندنا كيما المياه عندنا اوسي الكوطه تاع وقتاش يفوت فيها لي كاميون نتاع المزابل. واش نديرو قبل؟ وما تقدرش تخرج الزباله تاعك قبل ما يلحقك الكاميون، سينو تجيك البلديه وتدير لك بروسي. واش نديرو مثلا؟ انا يفوتني على 8 نخرجوا كل البوبال تاعنا ويفوت له كاميون ويهزها. دونك عندنا ترشيد حتى في استعمال الزباله. تحياتي اخي فارس، شكرا جزيلا، تبارك الله عليك. شكرا حبيبي. تحياتي خويا فارس الشكري، انسان محترم، الله يعمر دار. دونك خصهم ينقصوا لنا الخوت، الله يرضي عليكم. الناس المكلفين بالماء راه عندنا شي 4 ولا 5 الوزارات كلها ديال الماء. نقصوا لنا الله يرحم الوالدين من ثمن السيتيرنات اللي كنديروا في السطح. عباد الله تيديروا سيتيرنا ب 700 درهم وحنايا خصنا نديروا انفستيسمون باش نديروا سيتيرنا في السطح. نقصوا لنا الله يرحم الوالدين من ثمن ديال لي سيترن اللي كنديروا في السطوحات المغرب، راه غالي. مع هاد الخوت كله وشحال تيدير سيتيرنا ديالو؟ راه داير سيتيرنا غاليه والله ما كتكفينيش تندوش. الناس هنا هما راه عندهم سياسه ترشيد، حنا ما نكونوش غلطين، ولكن علاش كل المدن فيها كل كيعطي التفسير ديالو من حقه. السلام عليكم حبيبي. لالا فايت واحد تجيب القهوه. مرحبا لالا. لالا يلا بردين نزل. لالا وحنا لالا نبقوا نسولوا. سلام على الاخوان، قلت سؤالين اثنين.